Spoštovane, spoštovane, na tej FAO يسلط مؤتمر الفاو الضوء حضرات السيدات والسادة، يسلط مؤتمر الفاو الضوء على أقسام التحديات الماثلة أمام العالم اليوم. ندرة المياه وانعدام الأمن المائي فضلا عن الأحداث المناخية القصوى بدون شك هي أكبر حضرات السيدات والسادة، يسلط مؤتمر الفاو الضوء على أقسام التحديات الماثلة أمام العالم اليوم. ندرة المياه وانعدام الأمن المائي فضلا عن الأحداث المناخية القصوى هي بدون شك أكبر التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والاستقرار العالمي. في كل عام يتفاقم الوضع بشكل أكبر بسبب تغير المناخ، وتتغير الدورات المائية، ويصبح هطول الأمطار غير معروفا سلفا أكان على صعيد الكم أو الكثافة، والمناطق الخضراء تتحول إلى قاحلة أثناء موسم الزرع بسبب نقص مخزونات الماء في التربة. غدت موجات الجفاف شائعة بدرجة متزايدة في فترة من العام، فيما تتسم الفترات الأخرى بالفيضانات وبشكل متكرر. حتى في أماكن المناخ المعتدل كسلوفانيا لم يعد ممكنا ضمان الإنتاج الزراعي دون لجوء للحلول التكنولوجية الحديثة، ولإيجاد الحلول سريعا نحتاج إدخال التكنولوجيات المبتكرة لصون وحماية الموارد المائية أسرع من ذي قبل. نحتاج لإعادة تدوير مياه العواصف ومياه الصرف بكفاءة، وأن نسارع بتطوير أساليب استخدام الموارد المائية غير التقليدية. نحن بحاجة لاحتجاز المياه وخزنها في مستودعات ملائمة، كما نحتاج لإيجاد سبل إعادة تجديد المياه في الأحواض الجوفية. إن التحدي العالمي يتمثل في إدارة مائية متكاملة وناجعة في كل من قطاع الطاقة والبيئة والزراعة والتنمية في الحضر والريف. في هذا الصدد يلزم اهتمام خاص لإمكانية تلوث المياه. لم تشهد سلوفينيا أبدا أي مشكلات كبرى بالنسبة لإمدادات مياه الشرب حتى مؤخرا. يدفع تغير المناخ كما أيضا تلوث المياه والاستهلاك المتزايد من المياه بضرورة وإلحاح اعتماد إدارة مسؤولة وواعية للمياه. تتمتع سلوفينيا بنظام إدارة متكاملة للموارد المائية يعتمد أولوية القضاء على الآثار الضارة على المياه وضمان كم كاف منها للاستخدام البشري والحفاظ على النظم الإيكولوجية الطبيعية وصون التنوع البيولوجي. نركز حاليا على تحسين نظم الري القائمة والعكوف على الاحتفاظ بالمياه لإمداد مستقر منها للأراضي الزراعية أثناء موسم النمو. السيدات والسادة، يواجهنا تحدي جسيم ألا وهو تأمين امدادات مياه الشرب الآمنة للأجيال الصاعدة مع توفير المياه لضمان الأمن الغذائي للسكان. الأمر يقتضي نهجا متكاملا ورؤية طويلة الأجل. تلعب منظمة الأغذية والزراعة دورا هاما في هذا الصدد، إذ يمكن لإرشاداتها أن تحسن الإدارة العالمية للموارد.